السلام عليكم ورحمه الله ازيكم يا جماعه عاملين ايه يا رب دايما تبقوا بخير النهارده هعمل لكم وصفه سهله جدا البيتزا اكلات جميلة واكلات كلنا بنحبها الولاد والكبار آه بنتبسط بيها قوي بتبقى اكلة خفيفة وسهلة وبتلملك كده حبة خضار عندك اي حش اي حاجات هتحطيها عليها فسهلة جدا بس انا هنا النهاردة هعمل لك خطوة كده هتخلي معاكي العجينة هايلة وهتطلع ناجحة وما تخفيش انك تعملي بيتزا خالص انا دلوقتي بحضر الخميره انا بحب اتاكد كده من نوع الخميره واتاكد من ان هي ناجحه بحط معلقه سكر كده صغيره وبحط معلقه كبيره كده من الخميره ده احنا هنعمل كيلو دقيق فمعلقه كبيره من الخميره حلوه قوي وكافيه جدا وهقلبهم كده واسيبها بقى تتحضر الخميره وهوريكم معايا هتبقى عامله ازاي هسيبها كده على جنب وابدا بقى الدقيق عندي كيلو من الدقيق اي نوع دقيق ينفع وبنخله كده طبعا عادي آه تجهيز الدقيق طبعا انتوا عارفين وهحط بقى عليه آه مكونات كده بسيطه وسهله بتدي طعم شويه يعني في في العجين انا هنا حطيت بودر باودر وبص وبصل باودر واحط حبه كده مرشه كده حلوه من الزعتر الناشف بتدي ريحه حلوه جدا للعجينه احنا بنعمل الصلصه او الصوص بتاع الصلصه بال بالزعتر بس كمان تحطي بقى في قلب العجينه بيديكي نتيجه حلوه قوي وحطيت معلقه كبيره من البيكنج باودر وحطيت معلقه من الملح وحطيت حوالي ثلاث معالق او معلقتين كبار من اللبن الباودر عايزه تعجني بقى السوائل بتاعتك عايزه تعجنيها لبن اعجني عايزه تعملي بالميه اعملي اول ما اقلب كل المكونات الجافه كده مع بعض احط بقى حوالي ربع كوبايه من الزيت واحاول اقلبها كده واغلف كل حبات الدقيق كده بالزيت بايدك كده وكف ايدك تقلبي كويس كده وتخلي كل الـ 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 الزيت يدخل او يغلف الحبات بتاعه الدقيق بايدك كده وعلى كف ايدك زي ما تكوني بتبسي شويه العجين بحبه الزيت دول خليكي معايا عشان هوريكي كده حته كده هتخلي معاكي البيتزا في حته ثانيه تجربه عملتها ونجحت جدا آه طبعا ما بنزلش بالخميره الاول انزلي بحبه ميه كده ولمي بيها الدقيق كده وضيعي شكل الدقيق في الاول وبعد كده تنزلي بقى بالخميره اللي انت عاملاها انا بس بحط كده الميه علشان اضيع بس الدقيق من العجلة ما تقلقيش مش هتزيد معاكي الميه ولا اي حاجه والميه بتاعت الخميره هتبقى هايله والكميه حلوه بصوا الخميره بقت زي الفطيره زي عامله وش كده دي كده خميره ناجحه معاكي وتطمني وانت بتستخدميها انا هنا بقى بعد ما لميت الدقيق بالميه العاديه او بالحليب لو انت عايزه حليب وانا حاطه فيها لبن بودر فاستكفيت باللبن البودر ده وحطيت ميه هنزل كده بقى بالخميره اللي انا مجهزاها او اللي اتحضرت وابدا بقى اعجن خطوة حلوة جدا برضو من الحاجات اللي بتسبب نجاح عجينة البيتزا فتضلي عجيني فيها ولو ملزقة كده زي ما انت شايفة اوعي تحطي دقيق هتاة واحدة واحدة معاكي هتلم وهتبقى شايلة هتتشال خالص من الطبق وهتعرفي ان هي بقت كويسة بس تعجني فيها جدا اعجنى حبة حلوين كده حوالي تلت ساعة من العجن هيديكي نتيجة حلوة قوي للبيتزا اهم حاجة في عجينة البيتزا انك تعجني فيها كتير وهقولك برضو على الحتة اللي هتخلي معاكي نجاح العجينة بتاعت البيتزا وسر كده من اسرار عجينة البيتزا المعلقتين الكبار من الزيت بعد ما عجنتي انت غلفت الدقيق بالزيت الاول وبعدين نزلتي بالمية وبعدين نزلتي بمية الخميرة او الخميرة اللي انت مجهزاها على جنب وفي اخر العجينه وانت بتلميها بقى هتنزلي بمعلقتين كبار كده من الزيت بتديكي طراوه للعجينه وبتبقى تحفه معاكي بصي العجينه بقى ليها عرق من كتر ما انت عملت تعجني وتلت فيها خلاص بقت ليها عرق وده هو ده اللي بينجح البيتزا وبتطلع معاكي حلوه جدا ولا بتطلع تخينه ولا رفيعه وهتطلع معاكي هايله هنا بقى حضرنا الصوص بتاع البيتزا اللي بنحطه طبعا في اول التحضير بتاعها بصل وبصلة صغيره كده واربع حبات من الطماطم بضربهم كلهم مع بعض في الخلاط او في الكاب وبرجع احطهم كده في حبه زيت في الحله وبحط بقى معلقه كده حلوه من الصلصه وبحط معلقه كبيره من الزعتر بردو الناشف اللي احنا حطيناه مع الدقيق ايه ونظبط الملح بقى بتاعنا وخلاص على كده تمام مش عايزين اي حاجه تاني ولا بنحط اي مكونات تاني لصوص البيتزا في ناس بتحط ريحان ده اختياري لو حابه شوفي بعد ما سبناها بقى حوالي ساعة كده التخمير بتاعها بقت هايلة جدا ولا ملزقة ولا اي حاجة وعلى طول عايزة تفرديها الاول على الرخامة وبعدين ترجعى تحطيها في الصينية اللي انت عايزة انا بحب افردهم في الصواني على طول زي بتوع المحلات بالظبط هنا كده رحت دهنة زهد دهنة بسيطة خالص من الزيت وهقسمت بقى العجينه على اربع صواني يعني الكيلو ده يعمل لك اربع بيتزات متوسطه وهبدا بقى افردها كده معاكي هتتفرد سهله جدا بصوا جمالها مش عايزه اقولك بقى والعجينه جواها كمان الزعتر اللي احنا حاطينه الجاف مع الدقيق واحنا بنعمل فمديها شكل وريحه حلوه جدا للعجينه نفسها وانت بقى بالصوص الحلو شايفين لونه جميل ازاي والحط بقى اللي انت عايزاه عندك حبه فراخ بيتين ممكن تقطعيها كده وبصلايه وحبه سماق هيبقى اديكي هي حشوه حلوه او خلطه حلوه قوي تحطيها على البيتزا وانا هنا كان عندي بواقي من اللحمه المفرومه حطيتها وهحط بقى الفلفل احط زيتون احطي شرايح طماطم فلفل الوان اللي انت عايزاه وتحطي بقى انواع الجبنة بردو اللي عندك ممكن اي نوع جبنة انت عايزاه عندك رومي شيدر موتزاريلا اي نوع بقى من الجبنة تلميها كده من الثلاجة وتحطيها تستفادي بيها في حاجة زي الوصفة دي اهم حاجه انا كنت عايزه اقولها لكم في الفيديو ده الطريقه بتاعت العجين ما تنسيش الطريقه اللي احنا قلنا عليها وراجع الفيديو هينفعك جدا واعمليها وقولي لي ايه نتيجتها فعلا بتفرق جدا خطوه الزيت في الاخر و... بتعجني ما الاول بالخميره وعجني بميه عادي هتديكي نتيجة حلوة جدا وامشي بس على الخطوة بتاعة العجن هتديكي نتيجة حلوة أو حطي بقى دي أنا بحبها جدا وأقرب حبيت زلية اللي هي الجبن بس أنا بحب الجبنة وال... والخضار والزيتون دي افضل بيتزا عندي وخلصنا خلاص البيتزا مفيش وصفة اسهل من كده وما فيش نتيجة احلى من كده هتشوفيها بصي انا مقطعها كده سلايزات هتشوفي دلوقتي سمكها هايلة والطراوة والسوا بتاعها مش عايزة اقولك رائعة جربوها وان شاء الله تعجبكم مستنية فعلا تقولولي هل فعلا في تغيير من الطريقة بتاعتكم والطريقة اللي انا بعمل بيها في العجن ولا لا ومستنية لايكات الحلوة علشان القناة كده تتعرف وتتشاف اشوفكم على خير في فيديوهات تانية جاية كتير واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تكون سهلة وبسيطة وبنتعلم منها حاجة مع بعض واشكر كل اللي بيقول لي كلمة حلوة في اي كومنت واللي بيحط لنا اللايك ده وأستني من... منكم اشتراكات حلوه للقناه وتعرفوا صحابكم بيها أه واتمني يارب يكون الفيديو بسيط وسهل ويعجبكم واشوفكم علي خير مع السلامه